صباح الخير. صباح الخير. قم. الحق الحق خالد باشا الحق. باشا طلع من المسرح عمال يتعب. يا سيد صباح الخير. ولاد عمك. طب هاتهم لي كده نوريهم اوريهم زي ما انت. السواح هنا عايزه تركب جمال فايه؟ شوف اكل عيشك في اي صحراء تانية. انا عارف انه خلاص بس مش قادر افرد ظهري يا خالد. ما هو عموما ده طول اي بني ادم طبيعي. انت اللي فالت فوق مع اصحابك في الكواكب التانية. الحقد ده يا راجل الحقد ايه؟ صعبان عليا اللي بيحصل لك يا ياسم يا ابن عمي. اعمل ايه يا خالد؟ تعمل ايه في ايه؟ الاستعمار بيطلع عيني بعيد عنك. راجل الاستعمار مشي من 52 انت نايم. لا انا لسه مستعمر. يعني الانجليز سابوا البلد كلها وقعدوا في شقتك خلاص؟ هي دي اللي فارقه معاهم؟ خالد انا هفهمك. مراتي مالها؟ ام العيال مالها؟ ست السيد. مش هينفع. ليه؟ عشان ده اول الليل فالوش هيبوظ. ايه؟ سيطر على بقك. ما تقلقش. ايه؟ سيطر على بقك. انت مش فاهم اصلا. وبعدين في فرق طول فنازله زي الطلقه في عيني. ايه؟ افهمك يعني. مراتي ام العيال يا مالها؟ ست السيد. مش هينفع. مش هينفع. ما تقلقش يا خالد. ما تقلقش ازاي يعني؟ ده مطهر يا بابا. مطهر. والله يا خالد معلش اصل انا منفعل شويه. يا ما هو انت منفعل وانا هرجع. طب وبعدين؟ خالد استحملني النهارده واستحمل هبلي. استحمل انت ناقص هبل؟ معلش استحملني. اوكي. انا فاهمك. مالها؟ مراتي. مالها؟ ام العيال. مالها؟ ست السيد. يا دي حوسه. نقي حروف ما فيهاش هوا عشان نخلص. معلش يا خالد استحملني استحملني عشان خاطري. اتفضل. ها؟ مراتي ام العيال ست السيد. مالها؟ سافرت تجيب بضاعه من الجمله. طب وايه الغريب في كده؟ العيال قالوا لي ما دام ست السيد سافرت اخرج يا نينا. عيالك بتقول لك يا نينا؟ طبعا يا خالد ده انا عيالي بتربيه. كمل يا بنت اختي. قلت فرصه بقى اروح ازور حسين. رحت ازور حسين سواري اصطدمت رجلي. الجزء الكام يا ست امينه؟ هي معيشاني في افلام ليل نهار. هي مين؟ ست السيد. وبعدين ايه اللي حصل؟ بس عرفت بالحكايه جابت عيلتها جم ضربوني على الاسود ده بعيد عندك على باب القصر. يعني عيله مراتك ضربتك تاني يا قاسم؟ كالعاده يا خالد. كالعاده؟ انا اعرف لما راجل يتضرب من عيله مراته يبقى راجل خرع. ايه؟ خرع. ايه في ايه يا باشمهندس؟ انا ايه؟ خرع. انا مش خرع. هتكون ايه يعني؟ انا خرم. انا قلت لابويا 100 مره بلاش الجوازه دي يابا نخلص. احنا ما عندناش رجاله تقول رايها. صلاه النبي. فرحك الخميس اللي جاي كمان. طب يابا شوف العروس اللي شوفها كيف. اذا كانت امك لحد دلوقتي ما شفتنيش. امال انت ايه مبرر وجودك في الحياه؟ يعني ايه؟ يعني انت جاي صدقه ولا ايه نظامك؟ ولا نقطة فرح ولا ايه؟ يعني مزهق حد بتخلص منك ولا ايه الحكاية؟ انا مش فاكر حاجة يا خالد. اللي انا فاكره ان فرحهم كان حلو قوي. فرح مين يا ابني؟ فرح ابويا وامي. انت حضرت فرح ابوك وامك؟ يا ده انا اللي معرفهم على بعض. اسكت انت بس. نهار اسود ونايم. يا خسارتك يا خسارتك يا وفاء. يا عم وفاء مين في عرض النبي بقى؟ بنت الجيران. مالها دي؟ الحب الاول. طب ما اتجوزتهاش ليه لما هي الحب الاول؟ كان حبه من طرف واحد يا خالد. على حساب بقى. والله انا كنت بحبها وهي حبت واحد اسمه مصطفى. يعني موضوع كده مش عايزين. يعني الحمد لله. المهم يا خالد انا قلت خلاص بقى ست السيد ست السيد اهي ست زي اي ست. وانت تحب الستات زي يعني ايه؟ انا ما فشلت في حبي الاولاني لانه من طرف واحد. انت عارف يا خالد الحب من غير امل بيبقى اسمى معاني الهبل. ومن ناحيه الهبل فالهبل واضح مش محتاج ما شاء الله. طبعا واضح. انا قلت بقى خلاص ست السيد واتجوزها. الحمد لله ست زي اي ست. طلع حظي هبال. ليه يا عم انت؟ طلعت امراه مختلفه عن جميع الامراءات اللي شفتها في المجتمع يا خالد. عن جميع ايه؟ الامراءات اللي هنا يعني. زي انت سنه صغير كده؟ ايه؟ البعيد مؤهله ايه؟ يعني ايه؟ يعني نوع الشهاده الحقيره اللي بيحملها. الله الله الله. انهي حمار علمك اللغه؟ ايه ده ايه ده؟ انا الصنصه ده بتسمى طب اسنان يا بابا.
هي بتغلط في شهاداتي. طب ما انت طب اسنان ما تسيطر على مركز الشباب ده اللي مغرقنا من الصبح. يا خالد انا منفعل بس. لا حول الله يا رب. مش فاهم اصل انت لا مش مقدر مشاعري. يا راجل مشاعر انا هقدرها. انت فاكرها يا خالد ست عاديه زي بقيه الستات اللي هنا؟ اكيد زي بقيه الستات. لا مسرد لك ست مختلفه يا خالد. انا عارف صوت النايل مختلفه. انا عايز اموت موتة ربنا مش اموت غرقان يا عم الحاج. انت فاكرها ست عاديه كده؟ اكيد ست عاديه. امال ايه يا عم؟ دي ست بشعه يا اكسلانس. في شباب بيخرج من بقك يلعب في وشي. احاول تلمه او اعمله كرنيهات. يا خالد ست فظيعه والله. حرام عليك اللي بتعمله فيا. والله فظيعه. يا نهار اسود ومنيل بنيله. دي بشعه. يا راجل انت لو واقف على حوض مش هتعمل اللي بتعمله في خليتي. وانت لو مكاني هتفت ففت العالم كله. طب اتفضل. ايه ده منتهى الهدوء. يعني ايه؟ خلص الامر. خلص ايه؟ وشي حوض تحت امرك. اتفضل يا بيه. يا خالد اتفضل صبن ايدك في خليتي. يلا يا بيه اتفضل. يا خالد خليك لطيف. الله على لطيف واللي انت عاش في اغسطس. الله يلا خالد. لا خليك ظريف. الله الله الله. ما تبقاش حلوف. اسقي الزرع اللي في وشي يا كمان يا ولد. لا ما تبقاش جحش. اطفي النار اللي في خليتي يا ولد. خالد ما تبقاش حيوان. شويه هنا بعد اذنك عشان الحر الله يفتح عليك. ايه يا خالد؟ نعم خالد ابوس ايدك. نعم انا عايز افضفض. تفضفض ولا تفتف يا بني ادم؟ لا افضفض. اتفضل فضفض تفتف اغسل اعتبر نفسك في حمام بس خلصني. اتفضل خالد عشان خاطرك. خاطرك معلش استحملني بقى. ايه ده؟ معلش انا ما بحبش اصل اللي يفلت مني وانا ما تبعدش عني. ما بعدش عنك ليه؟ خليت لطيف. لا يا نهار اسود. معلش ما بعدش عنك. انت بتحبني من ايام الجامعه. ما بعدش عنك. معلش ما تفلتش يا عم. حق ايه ده؟ معلش لا معلش يا بيه عيب كده. سيبني لا بقى. لا ما ينفعش. انت ما بتحبش كده. ما بتحبش ايه؟ سبت دي سبت دي يا عم. سيبني انت. سبت دي. طيب ده اداء جديد للشخصيه النهارده ولا ايه؟ معلش سبت دي. سبتها ليه؟ معلش عشان اوعى. معلش سبت دي. سبت دي ادي اخره اللي يمثل مع زرافه. مش حلوف. معلش يا خالد. يا راجل مرمطتني. ثبت دي. ثبتها ليه؟ ثبتها. مش مثبتها. ليه ثبتها؟ اهو اهو اهو. ايه ده؟ بس كده. بس ايه؟ سيطرت. طب مسيطر ليه؟ سيطر عليا ليه حضرتك؟ انا ما عملتش حاجه والمنصب. يا بيه عيب كده. ارحم سيبني. طيب انا عايزك. نعم عايزك ودلوقتي. انا خالد ابن عمك مش رانيا بنت خالتك. عيب. افهمني بقى. افهم ايه؟ سيبني. ما تضايقنيش. سيبني ياض. خالد انا فاهم. سيبني ياض. خليك لطيف. يا نهار اسود. اسمعني اسمعني اسمعني. انا هفهمك يا خالد. بصني يالا. يعني ايه؟ بصني ليه كده؟ الدخله دخلت بوصه مش دخلت واحد هيتناقش. يا خالد ما تبقاش رزل. يا راجل رزل ارحمني. ما تفلتش مني. افلت ولا اقول في داهيه؟ ما بحبش كده. يا نهار اسود. ما بحبش كده. ما بحبش كده. يا جماعه يا جماعه في ايه؟ يا جماعه انا تعبت. ده انت مقرف. يا جماعه في جمل هربان من البدبح لو سمحتوا. في تمام. في سكيورتي. حضرتك في اتقلمه ومصعب. انا في ايه؟ اتفضل. ليه؟ اتفضل هنا. ليه؟ اتفضل. طب سيبني دقيقتين انشف ونكمل بعد اذنك. غرقت والله. اتفضل. ما هو كده. لا ثانيه ثانيه. بالادب. ما ينفعش العنف. العنف ما ينفعش. اتفضل. بالادب تاخد اللي انت عايزه. اتفضل. كل حاجه بالادب بتيجي يا عم. بالادب. بالادب من غير عنف. ايه ده؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. انا ايه الادب؟ اتفضل بقى. بهدفنه. اتفضل. انا خدامك يا بيه. اتفضل. انا خدامك. اتفضل. لو عايز تكتب كتابك عليا انا موافق دلوقتي. هنا وتقف كده زي الكلب. خالد اتفضل. يا خالد مرمط فيا كمان. يا خالد الست دي تعباني. مرمط كمان. والله العظيم يا خالد الست دي. على فكره كده غلط. يعني العنف ما بيجيبش نتيجه معايا. بس يا خالد افهمني. مش دي الطريقه اللي تسيطر بيها على مشاعري اطلاق. مش تبقى فاهم يا خالد. ابوس ايدك. الواحده مننا مش عايزه غير صدر حنين لكن حياتها تتعامل معاها. لا يا خالد افهمني يا خالد. اتفضل خد حقوقك.
افهمني يا خالي. مش عارف اخلع منك. افهمني ابوس ايدك. انت راجل؟ طبعا. انت راجل؟ امال ايه؟ طلقني. طلقني؟ انا ممكن، انا ابويا مستشار ممكن يبهدلك. يا خالد ابوس ايدك افهمني. انا ابوس رجلك ارحمني بقى. والله مراتي ست مش ست عاديه. هم كارفه رجاله دراع محمد رجلك. بالظبط كده. طب في ايه طيب؟ فظيعه يا خالد. فظيعه ازاي؟ عامله قد كده وحاجه فظيعه يعني. طب ما تسيطر عليها، مش انت راجل؟ مش قادر والله مخطئ يعني. احسن. مش الستات هم زي الفل بيندغوا البان؟ كل ستات العالم بتندغ لبان. انا مراتي ما بتندغش البان. امال بتندغ ايه؟ اسفلت يا خالد. يا نهار اسود. يا هنهش عايز يساعدها لو مشيت في طريق لسه بيتسفل جديد. اشمعنى؟ ليه من الاسفلت طري سخن وتقعد تندخ وتلوك تندخ وتلوك؟ يا نهار اسود. انت مش بتشوف حفر في الشوارع؟ يا كتير. هي السبب. يا خالد. يا خالد. انا ما عملتلوش حاجه. ده انا وهو كنا واقفين هنا وقاعد يمرمط فيا ووقع فجاه. مش انت خبطت نفسك في الحيطه خالد؟ انت مالك ضعفت ليه كده؟ فوق يا خالد. فوقتي الحمد لله. تعال تفضل. تعال بس ايدك. والله مختلفه يا خالد. انا فاهمك. مش الستات يا خالد بتلف شعرها بحاجات كده؟ ايه ده؟ رولو. لا هي بتقول حاجه تانية. اسمه رولو. لا يا خالد انت عارف هي بمشي بوكل بالبلد يا هتحزم وارقص. لا مش بوكل لمراتي وبتلف شعرها بكده. امال ايه؟ بشنطه عربيه يا خالد. قول لله يا رب. والله العظيم يا خالد من اسبوع جالها كحه. طب الحقها بحاجه لا تموت منك. جبت لها شويه لبان دكر تاخدهم كده. لبان الدكر كويس عشان الكحه. لا مش كويس. ليه؟ رمت اللبان وخدت الدكر يا خالد. يا نهار اسود ومنيل. ده غير هي وعيلتها. مالها هي وعيلتها؟ تقول له بابا تعبني. تعرف بابا تعبني دي؟ آه. يجي هو وعيلته كلها ودب دب فيها للنهار. وانت ناقصك ايد ناقصك رجل. ما انت زي الحيط اهو. مش قادر عليهم قد كده. فرح تتشطر عليا انا؟ والله يا خالد ما قادر. حول الله يا رب. تصرف معاهم يا عم من ده. لا اضربهم معاك ولا كسرين عينك ولا ماسكين عليك زله. انت ايش عرفك؟ عرفت منين؟ كسرين عينك يا؟ يخرب بيتك. نوع الكسرة ايه؟ بيزلوا فيها ليل نهار عشان الشقة اللي هي قاعدة فيها ايجار. طب ما عندهم حق يا بني ادم. اي عيلة تخاف على بنتها شكلها شقة ملك. انت معايا ولا معاهم؟ انا مع الحق. هات لها شقة ملك. ما حلتيش تعريفة. اتصرف. انا اتصرفت بس مش عاجب حد من عيلتها كلها. ايه عملت ايه؟ انا دلقت على حيطان شقتي كلها لبن. طب ما اتحلت الحمد لله. بس مش عاجبهم. ايه علاقة ان الشقة ايجار بانك تدلق على الحيطان لبن؟ عشان تبقى ملك. يا رب يا رب ارحمني. انت غبي. انا اللي غبي؟ امال ايه يا بني ادم؟ انا مش قايلك مليون مرة قبل كده تعمل معاها معاهدة سلام؟ تسجدها تنيمها تاكل بعقلها حلاوة. حصل يا خالد. طيب عملت معاها معاهدة سلام. جدع. قالت لي خلاص من هنا ورايح هسمع كلامك. برافو عليك. قلت لها طب شوف الستات بتعمل ايه واعملي زيهم. صح. على الاقل على الاقل شوف سوسن جارتنا. يا سوسن دي في زيها الست السكرة. يا ريت ستات العالم زي سوسن يا ياسم. يا ريت. ده انا بتحصر عليك كل يوم الصبح لما بشوف سوسن وهي بتوصل جوزها الشغل. هو انت بتشوف بتمسكه في الجنينه بتاعت الفيلا بتاعتهم بقى تقعد تدلع فيه وتهشكه وتبوسه يمين وتبوسه شمال وتبوسه من هنا وتبوسه بتقطعه من البوز. يا ريت مراتك ما تعملش زياده. تعمل زي ما سوسن بتعمل بالظبط. انا قلت لها تعمل زي سوسن. عمل زي سوسن. ومتضايق ليه؟ دي بقى بتستنى جوز سوسن كل يوم وهو خارج عشان تبوسه يا خالد. لا دي ست مفترية. ابوس ايديك وانقذوني منها. انقذ ايه بس؟ والله ست مفترية. مش ست ولاد عمي. الجأ لمين طيب؟ سيبها على الله. هم كلهم افتروا. الستات كلها؟ كل ستات العالم افتروا. ليه خير؟ يا نهار اسود يا مش قادر اقول لك. مش إيه؟ قادر اقول لك. إيه؟ القوانين الجديده مرمطتنا. يقول لك الخلع ومش الخلع. ما عادش لينا لازمه. بقيت قاعد زيك زي الصابونه في البيت ولا ليك لازمه. تعرف يا خالد من يومين سمعت جارتي بتقول ايه؟ إيه؟ هخلعه. يا راجل ايه الشلقه اللي ساكنه جنبنا دي؟ هخلعه. واذا ما خلعتوش هحشيه. والله يا خالد قاعده بتقول كده. اسكت بس. انا خلاص فاض بيا. نفسي ازل الست ديت. نفسي اجيب مناخيرها الارض يا خالد. اللي زلها لك ده انا اديله عمري. انا مش عايز عمرك. ايه؟ انا عايز منك وعد بان الكلام اللي هقوله مش هيطلع بره. اوعدك. انا هقول لك كلام غايه في السريه وغايه في الاهميه. والله انا هديك عصاره خبره 12 سنه بزل في ستات. انت زليت ستات قبل كده؟ كل اللي يجي على بالك البيضه والحمراء والسمراء والشقراء والهاتشباك وكل حاجه في الدنيا. طب خالد هتبخل عليا؟ انصحني. هو الكلام لو طلع بره والله ما اعتقد. لا اتبحني. مش هيكفيني فيك عيلتي. موتني. اعمل اللي انت عايزه.
صح يا خير، أذلها إزاي؟ بص يا ابن عمي، أيوه الموضوع أبسط من البساطة. كويس. الست آه ما هي إلا الست، وأقسم بالله لو حرف طلع بره أذبحك. أي حمار يفهم اللي أنا قلته. واضحة زيش، الست ما هي إلا الست، فنط الرغي اللي احنا رغيناه مع نفسك. لو سمحت، لو سمحت. إيه؟ تعالى مش هضيع وقتك. أنا يصعب عليا منك أوي كده. ليه يا حبيبي في إيه؟ ليه بتعاملني على إني ذكي؟ ليه كده يا خير؟ أنت غبي ولا إيه؟ غبي يا خير، بس فسر الكلام. مش عايد الكلام تاني. اتفضل. آخر مرة. آخر مرة، بس فسر. أذلها إزاي؟ بص يا ابن عمي. الست ما هي إلا الست، وشرف أمي نفس يخرج أسحلك. واضحة بقى زي الشمس. الست ما هي إلا الست. اتفقنا؟ يعني أنت عايز تفهمني آه إن الست آه الست وحرف يطلع برا حدايقك. عندك حق. الست الست يا خير، وكلمة تخرج هتبحك. طب يا خالد أنا فاهم الست الأولانية والست الأخرانية، دي اللي مش عارفها. بلاش غباوة. طب أعمل إيه؟ اللي مش عارفه هفهمهولك، بس حط لي تحتيه خط عشان. يا بني آدم. الست أيوة. تزلها الست. يعني إيه؟ الست تجيب مناخيرها أرض الست. إزاي؟ اتجوز عليها واحدة ست. اتجوز عليها؟ دور على واحدة بمواصفات فتاة أحلامك واتجوزها تريحك. أنا نفسي أتجوز عليها يا خالد. طيب. بس بصراحة أنا نفسي في ست تبقى ست بجد. انسى انسى، ما عادش فيه اللي موجود، كله تجميع، الوكالة وبورسعيد. أنت بتتكلم جد؟ إيه يا خالد نفسي في ست تبقى ست عاطفية. آخرهم مواليد 72 واتجوزوا كلهم، ما تدورش مش هتلاقي. نفسي في ست تبقى ست رومانسية. راحوا في 67 الله يرحمهم. تعرف الست يعني لو على الأقل على الأقل يعني تبقى ست رفاهيفة. تبقى إيه يا باشمهندس؟ ست رفاهيفة. وما هي الست الرفاهيفة؟ أنت ما بتعرفش الستات الرفاهيفيين؟ ولا عمرهم عدوا عليا. أنت ما عشتش حياتك. قول لي اللي عشت. الست الرفاهيفية اللي هي تلاقيها يا خالد. دي أباجورة مش واحدة ست دي. يخرب بيت، أنت عايز الشكل؟ آه. سهلة، هتلاقيها ماشية عاملة كده. ايه دول؟ الرفاهيفة. ايه دول؟ دول؟ اه الرفارف. وظيفتهم ايه؟ تمشي ترفرف عليك يا خالد. انت عارف انت مشكلتك ايه؟ ايه؟ انت مريض، عندك نقص حنان، خلي مراتك تدلعك. ايه؟ قلت ايه؟ مراتك تدلعك. ايه؟ ما اوعى تقول كده تاني. انا اسف. انت فكرك دلع حاجة دلع؟ امال ايه يا عم؟ ده شروع في قتل. يا نهار اسود ومنيل. تعالى احكي لك. احكي لي. مش كل الرجالة بتدلع يوم الخميس؟ اه هي ما عندهاش خميس. ما عندهاش خميس ازاي يا بني ادم؟ عاملة عملية فتح الاربع على الجمعة يا خالد. قول الله يا رب. اكبر ليلة دلع في حياة اي راجل ايه؟ ايه؟ مش ليلة الدخلة؟ احكي لي. قالوا لي ادخل وادبح لها القطة عشان تترعب. جيت دخلت خالد وجبت معايا قطة وقعدت ودبحت القطة. اترعبت؟ لا قعدت. وبعدين؟ كلت القطة يا خالد. ست بشعة بعيد عنك. انت متجوز كلبة بلدي ولا ايه؟ ما انا عايز افهم يعني. فين منها دي يا راجل؟ اللي معقولة ده؟ انا مش عارف ايه الصوت ده. مالك انا انا في انتظارك. مالك اي ده عيب قوي اللي بيحصل ده. ايه ده؟ افضحكوا افضحكوا. ايه انتوا لازم تعزلوا من هنا دلوقتي اهو. ليه؟ في ايه؟ بنت عمكم مريم هانم. مالها؟ الهانم راجعه سكرانه، وكل ما نيجي نستدها تتنيل تقع. يا نهار ايه؟ يا ريت على كده وبس. يا عم تاني دي جره وراها 50 شاب ما فهمش واحد اقرع. يا نهار اسود. يا جميل يا جميل.